تريبل اكس الجديد. لا بصراحة، بس بفكر اسمع. على فكرة انا في تراك في الالبوم ده. ألبوم تريبل اكس؟ اكيد لا. كيمو تعرف انا بحبك جدا، بحب شخصيتك جدا. هو ايه اللي بحب اتفرج عليك جدا. بحبك يا شبوكشي والله العظيم، ربنا يعلم قد ايه انا بحبك وانت اخويا. يا لهو عليك يا شبوكشي، والله يا بدوش حبيب اخويا. يا حي 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 قلب قلبي. لا 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 اشرب شاي. أذواق أذواق بايظة. عامل أغنية اسمها أبو بكر. البوب بايظ. إحنا نجوم كده وكده. كده وكده. شيف لاشنج بوبز كده وكده. إيه؟ شيف لاشنج بوبز. إيه لاشنج بوبز؟ ويجز يا معلم. عندي شغف قوي جدا ناحيه ان انا استكشف حاجه جديده. مش عايز اقول كلام بصراحه كبير، بس انا نفسي مشتت. يعني اوقات كتير ببقى بدور على الصح، اوقات كتير ببقى عارف ان انا واحد نفسي في الغلط. مش عارف، بس حاجات كتير اثرت على حياتي من وانا صغير، وممكن تكون دي ده السبب الرئيسي ان انا اصلا مش عارف انا عايز ايه. رجعنا للسؤال الاول، انا عايز ايه؟ انا عايز الحقيقه. بدور على الحقيقه. عندي شغف قوي جدا ناحيه ان انا استكشف حاجه جديده، وان انا ادور على حاجات يعني تثبت ان مش عايز اقول كلام بصراحه كبير، بس انا نفسي مشتت. يعني اوقات كتير ببقى بدور على الصح، واوقات كتير ببقى عارف ان انا واحل نفسي في الغلط. مش عارف، بس حاجات كتير اثرت على حياتي من وانا صغير، وممكن تكون دي ده السبب الرئيسي ان انا اصلا مش عارف انا عايز ايه. رجعنا من السؤال من الاول، وقلنا انا عايز ايه؟ انا عايز الحقيقه. انا سينيو انا سين مواليد 94، 13/1/94. اتولدت في مدينه نصر. والدتي كانت بتلعب مزيكا، وكانت متأيدة في الكابتن لانا الموسيقيه، وكانت مغنيه، كان عندها بان دخلت في اشتراك في مسلسل ضمير ابن حكمه بتاع 7 حلقات او 8 حلقات حاجه زي كده. والدي كان برضو بيانيست شاطر جدا، بيلعب عود، يعني كان موهوب جدا. هم اتقابلوا فجابوني بقى في الاخر. بس وانا لما كبرت بقى، يعني كان ارتباطي بالمزيكا يعني مش شيء عادي، لا انا ارتباطي بالمزيكا كان زيه زي ازازه الميه. يعني انت ما تقدرش تستغنى عن ازازه الميه. ارتباطي بالمزيكا كان بالظبط نفس الموضوع. ما تقدرش ما تاكلش، ما تقدرش ما تشربش، ما تقدرش ما تعملش حمام، ما تقدرش ما تتعالجش، ما تقدرش تفضل عايش طول العمر بشعرك ودقنك، فاهم؟ ده البيت اللي والدتي اتربت فيه، ده الحي اللي والدتي
يعني ترى رأيك فيه. احنا مش في القاهرة، احنا في السويس. نفسي في ايه بجد بقى؟ انا نفسي ارض ابويا وارض جدتي قبل ما يتوفى او يضلها اي حاجة، لان انا لما بفكر في الموضوع ده مجرد التفكير بس تحصل لي صدمة كده نفسية، ممكن مش في اكتئاب لمدة طويلة، ان انا مريت بالحالة دي كتير. يعني والدتي الله يرحمها، وبعدين خطيبتي الله يرحمها، وبعدين كمان جدي كان مرتبط بارتباط، مش جد وحفيد، لا كان مرتبط بارتباط كلي، يعني اب وابن او اتنين صحاب. باقي البنات بحي رد اسمهم، باقي ناد حياتي ليهم بيتكسفوا ويعملوا طيب. هو تقولك انتهم قلب يا رب نظرة واحدة تخليك تقول ايه الاهو انواعهم كالاتي. اصلي داري شاكي في يوماتي، بس هو في الجميلة والمثيرة والخطيرة والكمان بساتي. انا اسمي محمد سلمان، 36 سنة، محافظة السويس، مواليد السويس. أنا بشتغل مهندس كمبيوتر. والله أنا شايف يعني إن المزيكا دلوقتي بقت هي الترند دلوقتي في مصر، وشايف إن الشباب دلوقتي عمال يطور من نفسه، وزاد دوشة كمان، يعني دوشة، يعني طول ما هو شغال عمال يطلع من نفسه شوية مزيكا كويسة جدا يعني. والله أنا دوشة شايف إن هو إن شاء الله يعني كده هيبقى في حتة تانية خالص، يعني إن شاء الله يحقق حلمه بإذن الله يعني. أنا حفلة هنا السويس قيمت 3-4 سنين كده، وكانت حفلة جامدة يعني. كان كمان حتى يعني السويس كانت تعرف دوشة، وأول ما نزلت بقى شافوا دوشة موجود بصراحة، يعني الدنيا كانت جميلة، يعني الناس كلها كانت منتظرة دوشة يعني في الحفلة، والدنيا كانت حلوة. إن هو عنده حلم، عنده حلم إن هو نفسه إنه يحققه، إن شاء الله يحققه طول ما بيسعى نفسه يحققه، علشان هو شايف نفسه حاجة كبيرة يعني، وشايف ان هو يقدر يضيف حاجات كتير قوي في افكاره وليه للشباب. دلوقتي يعني جايبة ترندات وعاملة قلق، وفي حاجات أنا بسمعها من أختي، كانت في معهد الموسيقى العربية واشتركت في كذا مسلسل من ضمنهم ضمير قبل حكمة. بعد كده بقت بتغني بقى في أماكن كتير، وكان معاها كارنين نقابة، وكانت صوتها تحفة ما شاء الله عليها. كور كمان يعني الهيب ده والراب والحاجات دي كانت بره الأول، ما كناش بنسمع عنها أصلا في مصر، فجأة انتشرت عندنا وبقت مسموعة، وبقى بيدخلوا مكسات بقى شعبي في راب وشعبي في جاز وحاجات غريبة بنسمعها، بس مكسات حلوة. وانا شايفة ان كل ما بيتطور كل ما الحاجات دي بتبقى احسن يعني، فانا متهيالي ان هي هتتطور بس مش هتتلغي اصلا. بحاول تجيب عكسها، هتلاقي ان المبدا متكسر فنزه وندقق في كل واحد نلاقيه مخرج مره بشغلك وبوايتك، صدق في كل كلمه بتقولها قدام مرايتك. يا اسطى بموت انت تطلع الفطور زور اتفق زي البالونه واجر على البيك باك مش حرامي وجنجاج، وده كده اصلا فاكسان خد من وقت الفنان. اهلا بيك انا جيت يلا، مش هتمشي تخبيط يلا، مش هتمشي في السليم يلا، لقينا علينا عاملين حسن. انا خدت الاولاد ربيتهم، والبنت راحت لابوها، الواد معايا ده محمد معايا ما سبتوش عليه، ربنا يستر حاله كويس، وهو اللي قايم بينا وقايم بالبيت وبالعيال وكله. ده كان بتاع ربنا، هو كان عمل حادثه وتعب ورجله اتكسرت وكده، فطلع من حادثه استشيخ بقى شيخ دار. اي حاجه تبسطني حماده يوصل ويبقى كويس، وحماده كويس ومطلوب وصوته حلو والناس كلها بتحبه واصحابه بيتمنوا له كل خير، بس هو بقى ملوش حظ شويه. انا لو طلبوا علم نعيم اديها لهم، بس انت تبقى كويس. خليكم انتوا جوه، انتوا جوه، انتوا جوه، انتوا جوه، مش عايز الناس تقلق خالص. تاني حرق لي يا سوء، 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 تاني حرق لي يا سوء،
اكتر من عربيه بتدرب بيها. ده بقى اللي ربطني بالراب اصلا، ده اسس اسمه اسامه. هو حاليا كانت الجنسيه وشاطر جدا بقى في الموسيقى الهيب هوب، عنده كالتشر جامده. خالي هشام الله يرحمه ده كان امام مسجد، مش في اي حاجه. يقول لك بقى ايه شعرها وبتاع مش عارف ايه حرام ومش عارف ايه، بس انا بصراحة ربنا انا نفسي مجد يعني اخلد الكائن ده بين الكائن ده. امتى تطلع لف ودور سور اتفل زي البالونة وقت فرقة صرع فضل مش هتفرق صنع، انا دايما زي بس ده عصر من سنة باكو تزيجين فاجين لقين باجين لفضل انا على المنطقة افهم ركي اطلع دي فينا ادينا ماشيين مش عارفين رايحين لفين. بص والله يعني الحاجات دي من التراب، بص بص التراب عامل ازاي، بس الحاجات دي اثريه. الحاجات دي فيها تراكات لناس ما حدش يتخيلها خالص يعني، بس انا بدور على حاجه معينه بس مش لاقيها للاسف. ثواني هنلاقيها. تقفلش الفيديو. طيب مش بص مين دول؟ حد يعرف مين دول؟ ده باند هيب هوب اصلا زمان، دي اسطوانه فيها كل الهيب هوب الثمانين سنه 80. اوكي ريزا سنه 2002، لودا كريس الكلام ده انا كنت 8 سنين 9 سنين. بص بقى يعني عندك حاجه زي كده مثلا، فاهم؟ كانوا بقى بيحبوا الافلام القديمه والشغل ده. البوم ان ذا كلوب في الصهونه 50 سنت ان ذا كلوب، فاهم؟ ف ساوند بومبينج، ايه ساوند بومبينج دي؟ يعني الكلام ده بكلمك 2002 2001 بكلمك في حاجات يعني فاهم. 8 مايل، بص انا متربي على ايه. بس وبعدين بقى كان بي ايه بقى، كان يعني احنا كنا دايما متربيين في الاوضه دي، فكان بيفضي بقى المكان ده كده، كان بيحط حته قماشه ويقعد بقى يلف كده ويقعد يتشقلب ويقعد يعمل حركات كده صعبه فشخ يعني. من هنا انا قررت ان انا اركز في الريب.